السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يعني هاد السخانه ان شاء الله كما نقولوا تجوز علينا بالخير. على بالي وقت راهي حار حار حار، يعني اليوم راهي سخانه، هاد الايامات اللي جازو كاع الجو سخون سخون، يعني الانسان ما ينسبش يخرج وقت القايله على جال السخانه. ما تنساوش الدار سيختو لي بيرسوناجي، يعني الدارهم بزاف. انا ديك انا غير في الدار، وتاني نقول لكم ميم لاكليم بزاف ماشي مليحه، سيلو يعني تنقصوا الماكسيموم من لاكليم. هذا واش نصيحه اللي حبيت نقولها لكم، واليوم حبيت تشاركوا معايا. قلت مع هذا الجو اللي راهو سخون، علاش قلت لكم الجو سخون؟ واش لازم له حاجه اللي تكون بارده؟ يعني الماكله سخونه كاع ما نقدروش ناكلوها في الصيف، ما نخبيش عليكم. حبوا غير نشربوا ونحبوا ناكلوا دي كلاص. انا اليوم عندي واحد يعني مقادير غير خفاف، كنت قاعده قلت علاش لازم ندير هاد لي كلاص وشوكولا، يعني وتشاركوني ونوري لكم المقادير اللي عندي، حاجه غير قليله. انا حابه نحضر مع خواتاتي باش تشوفوا لي كلاص وشوكولا. انا عندي شويه لا كريم فريش بقات لي، يعني كميه بقات كيما نقولوا لهنا برد، قيس ميم با كاس، نقصوا ان دوا على كاس. وعندي كوندي شوكو، انا يعني تجربه درت دي كلاص بالكوندي شوكو، صدقوني جاوني روعه. وعندي دو بو هكا تاني كريم ديسير شوكو، تاني تعطي واحد البنه ما تصوروش. وعندي الكميه دوك نوريها لكم غير صغيره تاع لا كريم شانتيلي. شوفوا واش بقات لي، شوفوا انا يعني نحب حاجه اللي تبقى لي ما نكذبش عليكم، نستعملها خير ملي ننساها وتتبريلا. انا دوك نبداو على بركه الله، نسبقو خواتاتي توجور لازم يكون عندنا ان باتور باش نطلعو لا كريم فريش، ونبداو نطلعو في لا كريم شانتيلي. بسم الله، شوفوا يعني كميه غير صغيره كما قلت لكم. ونبداو ندير على مره هذيك لا كريم شانتيلي. انا نقدر نقول لكم عندي يعني مي با 100 غرام ما توصلش، هكذا نحطكم كميه غير صغيره. قلت لا لا لازم نبدا يعني نستعملها خير من الكبيريما، يعني الكبيريما انا رميناها خساره، ويعني تبدي ربي ما يحبوش المبدرين اخوان الشياطين. دوك خواتاتي باش ما نصدعكمش مع الباتور، نطلع لا كريم فريش تاعي هادي ونعاود نولي ليكم. شوفوا يعني راني طلعنا هيا كما كنت تشوفوا نوري لكم، كيما لاحظوا معايا لا كريم فريش مع لا شونتيي طلعت. دوك واش ندير؟ سبقتكم يعني واحد لاكريم يجينا بنين بن بزاف. شوفوا هنا مانيش حنكمل، ما نقولو نديرو قيس كاس تاع لاتاي وشويه ما نكثروش. بسم الله، شوفو ها لاكريم لي قلتكم كريم وشوكولا، يعني هادي كريم ديسير، يعني نحطوهم تاني. يعني شوفوا كيفية تكون بهاد يعني مقادير غير صغار، ونقول لكم والله العظيم غير يخرجوا من الله يبارك. يعني ويجيكم دي كلاص والله ديروا هاد الطريقة لي وليتهالكم وردوا لي الخبر. كم شوفوا انا دوك راني حنستعمل باتور باش يعني نقول لكم ما نصدعكمش، ونعاودوا نقولوا شي خلاص. انا وطلع لي لي كلاص تاعي، شوفوا يعني درنا باش تشوفوا. انا هنايا درت اون بواط، يعني لي باطا اللي عندكم، وانا ما نديش لو بابي لي في لاليمونتيغ ندخلو داخل، نحب نغطي برك بيه ونحبط يعني هاد لا كريم تاعي نحطو في هاد لابواط. شوفو يعني شوفو القوام تاعو كيفاش جا، مازال ما برد، وشوفو الكمية لي حصلنا عليها، قولي ياكلو منها حتى نقولكم حتى ربعة أشخاص. يعني أنا الكمية لي عندي حاجة قليلة، يعني ماشي حاجة كبيرة، وشوفو واش خرجلي. نزيدو يعني لي بقى نزيدو نكملو نحطوه.
ودوك بعد ما كملتو انا غطيها ني وجدت لو فيلتر اليمونتير تاعي. وحنا هاد لي غلاس تاعنا يعني مانيش حاخن بيتو نهار كامل يشد 24 ساعه، يعني خلوه مده 8 سوايع في الكونجيلاتور ويعني خرجوه ناكلوه كيما تقولوا وتاكلوا لي غلاس تاع البايط اللي نشروهم. بعد ما يبرد لنا ان شاء الله ويكون واجد نوريه لكم. انا هنا راني جبتهم كونجيلاتور كيما راكم تشوفوا، شوفوا نوريه لكم حكم روحو، يعني وحكم روحو مليح تكون ما يزبش يحكم روحو. نديرو كيما جو كيما نقولوا لا كريم ني شلوه تاع لي بوا. دوك انا هنا درت لي كوب تاعي كيما راكم تشوفوا، وعندي هاد الاله دوك بسم الله. شوفوا غتكون نخليه يحكم بزاف، يعني يجيني صعيب باش نتحكم فيه. شوفوا كيفاش جا، لاحظوا معايا انا هنا راني نعمرو في ليكوب قدامكم تشوفوا. شوفوا يعني تالمو حكم روحو هاديك 8 سوايع، يعني راني يعني نديرو ديفيسيلمون باش راني نحكم فيه. صدقوني شوفوا تقوم يجي كيما تاع ناكلو لي كلاص لي مالفينش ليهم تاع برا. انا دوك نكمل لا كوب الثانيه ونوريه لكم واجد. هام لي كلاص تاعنا اللي وجدناهم تقوم دوك يعني 12 تاع الليل. وعلاش حبيت نخليهم 8 سوايع باش ناكلوهم في السهره مع السخانه، صدقوني يعني يشد روحو. شوفوا كيما راكم تلاحظوا معايا، وانا هنا وجدت كوب بسم الله راني حنوريكم، يعني غندوق معاكم وتشوفوا كيف تعرفوا لي كلاص واعرين خافوا يطيح لي على لاناب. بسم الله نقول لكم خواتاتي ماشي، يعني نقول لكم بنا وبعد ما تاكلوه سيو بطريقة اللي سييت اليوم معاكم وردوا لي الخبر. واحد البنة والله العظيم راني حلفت لكم غير خير نأكد لكم حاجة، يعني درناها بيدينا وانا متأكدين كاع واش درنا في هاد لي كلاص، وراه شد روحو ما تقدوش تصوروا. جاني بزاف بنين بنين وبارد وسيو طريقتي وردوا لي الخبر. وخواتاتي ما نقولكم ان شاء الله ديروه ويعجبكم، ويعني غير بروفيتيو مع هاد السخانه اللي رانا في هاد الصيف تاع المادوت. جانا بزاف موجة سخونه جاتنا، علاش انا راني حابه كلها نوجد بطريقه يعني نقدر ندير ماشي غير شوكو فاني فخاس. يعني انا حبيت نشوفو حبيت في الديكور، يعني شوفو في لاغارنيتور كيفاش درت. درتو هكداك شوكو درت له هكذا هذيك سائل تاع لي فريز زاد يعني طالو بنا ما تصوروش. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم تهلا في صحتكم، يعني مع هاد الكوفيد جي زناب سيو، يعني ما تروحوش على خاطر داير حاله هاد الكوفيد. وما بقى لي ثاني نقول لكم غير تصبحوا بخير، وان شاء الله دعموني بالمشاركه باش نقدر ديما نواصل معكم يعني حاجات اللي نعرفهم. في امان الله.